ديال المغرب. لا الاخواننا كنديروا هذا اللايف عاود لانه واحد المنظر محزن جدا محزن جدا. الناس اللي كيقلعوا بالاضافه للنخل الصغير الجديد هما بداو كيقلعوا النخل الكبير. النخل الكبير كيقلعوه باش يحولوه للواحه داخل باش يحولوه للتراب اللي لحد الان كنقولوا تراب مغربي. يعلم الله شنو غادي يجينا في مصر. اذن هذه نخله ديال الدكاع اللي كتنفع في التوقيح ديال التما. ها هي المفقوده الجذور ديالها وكلشي ديالها من اجل اعاده الغاز ديالها. اذن ها فين وصلنا. هذه النخله ما كيقلش العمر ديالها دابا على 15 ولا 20 سنة. وهذا لو أتيحت لهم الفرصة يمكن لهاد الناس غادي يقلعوا كاع هاد النخل ويحلوه لمنطقة وحدة أخرى. للأسف إذا غادي نوقف غير هنا لأن هذا المنظر مؤلم جدا مؤلم جدا. إذا ما نزيدوا فيه.